تجمع الآلاف من مؤيدي الرئيس. ماذا حدث في مصر في وقت الإخوان؟ وماذا كان الاختيار كان هو القرار؟ يوضح لنا ما كان يحاكم هذا الوطن. لما أحكي أنا هذا الوطن مش بس مصر. هنلتقي اليوم مع واحد من الأبطال، وأعتقد إحنا هنترك الكلام وهو الأقدر بأنه يتكلم عن دوره وعن هذا العمل. اللي حبيناه وكرهناه، خفنا منه وشعرنا بالأمان، هو ملك الشخصيات المركبة والمعقدة واللا منطقية. انتظروني في حلقة مختلفة في البرنامج اللي بحبه، بيت للكل، بحبه لأنه بيت للكل فعلا، كل العرب. انتظروني على كل الشاشات اللي هتابعنا في وقت واحد في مصر وفي الأردن وفلسطين والعراق. كل سنة وطيبين جميعا. بيت للكل غدا 11 مساء على قناة مصر الأولى.